جامعة باشن العالمية بأمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحباب الكرام. دكتور إسماعيل أحمد، عميد كلية العلوم الإسلامية المركزية جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا. أتشرف وأسعد بأن أكون ضيفا على هذه الصفحة المباركة، صفحة كلية العلوم الإسلامية المركزية قسم العقيدة والفكر والأديان. والذي يقوم على هذا القسم هو فضيلة الدكتور عبد الصمد بوذياب من المغرب، حفظه الله ونفع الله به، ومعه سلة رائعة من الدكاترة المتخصصين والمؤهلين والمبدعين في هذا التخصص، الأستاذ محمد أرارو من المغرب، دكتورة نادية الزرقاني من المغرب، ومعه أيضا الدكتور حسن بضاضو من فلسطين الحبيبة، وهو يعمل أيضا في الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان. معه سلة رائعة من الدكاترة المبدعين والمتخصصين حتى يشبعوا شغف طلاب العلم في هذا التخصص الرائع. نحن في أمس الحاجة إلى التلاقي والتحاور، حوار الأديان وحوار الحضارات وحوار الثقافات والتعرف على عقيدة الآخر. نحن في أمس الحاجة إلى خلاف فقه الخلاف، سواء كان هذا الخلاف تنوع أو خلافة تضاد. يمكنكم أيضا أن تستفيدوا من هذه الكلية، من هذا القسم تحديدا، قسم العقيدة والفكر والأديان، بصحبة أخينا الحبيب الدكتور عبد الصمد بوذياب وفريق عمله وأعضاء هيئة التدريس. أرجو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق طلاب العلم في كل مكان، وأدعوهم لأن يلتحقوا بهذه الصفحة المباركة وبهذا القسم ويدرسوا في دوراته في مختلف التخصصات، سواء كانت دورات مجانية أو دورات مدفوعة أو برامج الدبلومة التمهيدية أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلوم العالي المتخصص، حتى يستفيدوا ويستزيدوا من العلم، من باب قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولم يأمر ربنا حبيبه عليه الصلاة والسلام بالتزود من مال ولا نساء ولا جاه ولا سلطان ولا شيء إلا من شيء واحد، ألا وهو العلم. فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جامعة باشن العالمية، عش شغفك وتمتع. جامعة باشن العالمية هي جامعة أمريكية مفتوحة تنشط في أمريكا وأكثر من 25 دولة. تنتهج الجامعة النظام المدمج في التعليم والتدريب عبر الإنترنت ووجها لوجه في بعض الدول. التأسيس القانوني والعنوان الفعلي في ولاية كولورادو أمريكا. للمزيد عن الجامعة تابع الموقع الرسمي.